بسم الله الرحمن الرحيم واتهي داودياشن داونا يوم الديجستياشن الديجستون يميل كستو أجوكتان وحكا عمر دارانينا إن لور جيرقاتكو ونقاقو أي داد سيابك ردوان نوسو وعي وصوغرا عي فيسبوكا والله يفكا عنو كان نحي سيدا موضوع برامج كأتكو أركتان إنه هو مركو هوري إن سلامي للأمانتين أحمد عبد حسن يعني هو محمد بشير سيدا موضوع برنامج كأذ كأركتان وحمل مهن سيدا أذ مغليسين هذا الحين تب وسيدا هيد نن شيء إن كوفسي ودريد لو جيست مقالة دشة عاصمة الصومالية قارهان دقمة كاران هنتي وحن ودني لو كان معلومات حري ركة الدول وأنا لسه مينيني مسؤولين تا معمولات دقمون كعبد العزيز يدقم هذا كاران قبل كبرادر سراكيش اللي بتقول يلا لو هذا دقمو عبد العزيز يا كاران فنتي ننكر الشيء أما الشيء إن كفسي ودريد القصة بيان سدح نينو دلني رأى حلي وقصبنا دقم هذا كاران قبل كبرادر يعني رمنا يعني ما أنت بوقال كان أما عاوة kaga hadalno inagu xogti iyo xuraansiga aanu sameeynay si xaqiiq ah u soo bandhigayno dhacdada waxa ay ka dhacday deegaanka Lansaleti ee degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir sida hadalka loo dhigay waxna uma aysan dhicin laakiin dibaraha in dib uu gaaray waa ay jirtaa لكن حقيقة مركز لجهد له أو لصوب النجوى وحيت هاي مجرا وحق الموضة أو رج أي أوجستين من رجع وبين أبور وبربغان دلر هبا إن لجو إجا في بلشدة دكان قبل كبنادر وبربغان دو دل عدو كوا خور مركز قبل كبنادر مقدشة أي قرشيان ننكر شيء إن لكوفسدي وحلي رهلا عبد الله معلم آدم وأنا أرى أن أنا 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 أرى أن oo qabsi uu yaqaano oo waxyaabaha maanka dooriye isticmaala dibbanaha dibka loo geystana saaxib uu la aha deegaanka Lansaleti ee degmada Cabdi Casiis tooray ay ku dhufteen kadib khilaaf soo kala dhaxgalay kadibna dibbanaha la geeyay ama Cabdulle Macalin Aadan la geeyay isbitaalka Umma oo ku yaala degmada Cabdi Casiis ee gobolka Banaadir halkaas oo runtii tooreyda looga soo daaweeyay kiiskiisana hadda waxa uu yaalaa degmada Kaaraan saldhiga booliska cid kasta la xariiri karto oo xaqiijin karta hay'adaha amaanka gar ahaan booliska ma hayo warqad ama oobiga cadeynaysa in kan kufsi ma jirto warqad dhaqtar oo xaqiijinaysa in kufsi uu dhacay marka laga reebo sheegashada nin قبل شيء بانتو سيد اللي يري وأهل كيسة يسقوا بأي حد أن ولا يا والي فول فولي عبد الله مرة بينا كوسي درادو وحول دقيني هاي دقمة كاران قبل كبنادر وأجرتا كيس كيسنا وحاجة عنتا كهيا وكفرين هاي سلقة بوليس كدقمة كاران أهرنتا والي سياسي دد باكش قيي وبين أبور وبربغاندو لربا إن لجو إجافيو بلشدة دقن قبل كبنادر لبناها لبك إن لو بيستوائي جرتا لكن واح قبوت فل كفسي أو رج نين أي قيستين مجرتو نينك توريبا كل عدي لكن رج إساق الصاحب أولاها وحيابها مانك دورية استعماله أي توريبا سيكون رفتي لكن مجرتو واح قبوت فل واحد نعكر سماه نكاد دي لديه لها
دمر حوا دو ليه لها لوقاتين بهد إنك استوى دمر كنا دت قيمة أيه أو دعوين كنوع عسيس أقول هدي وليه لها واحد كلا جروح بيه هان لهد لكن وبين وبربغاندو إن أي جرتونين رجع أو نبان كلا أي حوجين واحد عالم ماهن واحد صومالي هراء وغدا عالم ماهن دد حليسن أو وحياس إلى السمائي وأي جيران ملكستر وأي جوجان صومالي هن قطو قربا هن قطو أفريقيا هن قطو نبان جايا اللي راهم نبان ك سوتا كان وأي جيران لكن صوماليا وحكرنا عين ملهن دد عيار سوقينا صومالي وأي جيران أو سوق بكاره يبوست جوين كبابورت دك ملح مرويني لمبر أفر يصوب أفرت الجرديني السيناء يقف كتجاي قانو بابورت جلالك قبضوا نبنا هلا يسوى إجران لكن ولي تاريخ الصومالي نبنا خبيسان قبتي حوين مجرتو متى كله حقيقة جرتو وحيتها نينك موقال كيسة أما صور كيسة عدة أركتين أنت ولا أجي هاي حو كيسة صدح نن دك ماذا كارن أو توري وتان ننوع اسم حو كران وإن أغلق أوشقيا وقرشف فوق سياسة أي كدن بيسو أولا ربا إن لغو إجافية برشادة دقن قبل كبنادر برشادة دقن دقمدة كاران وحاكشقي وداد عدو كوا هور مركا يحاسلوني دا كجرت قبل كبنادر وبين أبور إن لغو كفصدي مقالة مقدشو وقرشف سياسة دقن ومن فوق كلمة ننكان ليرا هدو عبد الله معلن آدن أو بان صومالي بان توا ليري كل أنيقوا صومالي أكتيد وكي هاي نبكا واقو غاري توريد واقود عدي وحقيق سراكيش بوليسكا اسبتالكا انتا بوالي حقيق جي لكن ان لوغ الموضي أو لقفصدي وكيس بين أبور وبربغاندو وواحد لجشقيي أو ضد علو كوا حسلوني ذا نبت جلي ذا هر مركب لشذا بنادر أي تيكسدين ربعين أي بابيان أو سمع الدين أي كان قف الله على قف كي حي عدين نكاس اللحر يرتا سلقة بوليسكو وأوتي كرا وأويدين كرا مسؤولين تمامك دمويك نبكو كدا عي عبد عسيس يدق مدى كاران أنا قاعد ملهي نكي لما بدي بين أو نكي حقوق سيادة نين فيرا يميه أو نبى جاري دبنا ملهي دبنا إن نبى جاري أو توري كل عدد وايد جت أو توري مرها أو قاعد على سيدة تراكيش بوليس كي حقيقيان إسبتال وين عدة تقانا تقانا هوتيل جروبل يسيتي بلاس أكتس كويالو اللي يراه ده إسبتال أمة لجيه أو الجودة ويه لما هي ورقد دي اسبتالكا او نيكان ان كفسي او دعاي حقيو جينيسو لما هي ان ورقد بوليس او حقيو جينيسو ان كفسي او دعاي مركا وا ارين لغا شقيي وا ارين لغا وين حد غودو لوغو غيستو وا ارين دد مانغاب هاي كشقيي قفكا فافيو يا قفكا كشقيناي وا ودا مانغاب dad ka reer muqdisho waxaan leeyahay share garay video-gan hormarkiinaya xaqiiqadiina ee looga shaqeynayo ee kufsadaas been abuurka ah oo baaritaan aan wadnaa ahmed hay kulli ninka waa daawatay ehelkiisu hadlaayo kulli aniga xaqiiqdiisa hadda duusina marna dibanaha dib waa u gaaray toore waa ku dhacday ee qorshahan ma dad Soomaali ba ka shaqeyn karo rabaa in hadda muqdisho u jaafeyo madad ajnabi oo hormarkaas iyo xasilloonida hadda socota muqdisho ka socota diidan baawada maxay kula tahay horta maxaa bashiir oo waa run waad arkayse maalmihii dambe in muqdisho dad badan xaqeed u doodayeen arintan waxa uu arkaa arrin siyaasadeysan wax weyn ninkaas hadii la kufsaday oo ay jirto waxa uu cadeyn ah halba saldhigga booliska ma booliska wax la xaqiijiyay ma jirto ninka asaga shay mid kale barnaamijkan wax macquul gali kara ma aniga intu leegay waa aragtay dana bitaalkii geeyay muusan cadeyn ninka waa la kufsaday muusan dhihin laakiin toorey waa ku dhacay marka arintan waa arin hadda meel kale u socoto toorey dadba ku dhacay
على مالك استدد بحساس كل على نقول استعجل ضد قاركين وحقيقة اللي هي قوة حقيقة ولا قوة كشقينا يو هر مركة يو حسلوني ضد كودي دن مقدشة غيب كيهين وحلا كفسد مجرته وتوري نك فراس انت اصل اغلى وهل هو كفسد يا يلا يا اغلى ما انا انا السريا مقدشة نن نن كفسد يا كمجرته هران اوغ ما دحين حد كدي انا دعد لفلم مايو غورك اسكبي دبدا اسك رقيسا قبدي يا بحب قبدا جوجا قبدا لهليا اني من كان نن دمعايو واي مالك دعي كرت مجرت واحد نن لقوف سدي مجرتو كل واكيس ان لو دبل ربو قبدا بونسلان لو قوف سدي قول دوغ قبدا لو قوف سدي واكيس ان لو مر من حباب يلا ربي كيس كان لغا شقيي سلا اني قالت هانت يا الى تحي واح قوف سيو دعاين مجرتو عدي حقيق وباهن كيان بين لوشي عدي حقيق وباهن وحي لحرير كرتا تليها بوليس كدقمدا كاران تليها بوليس كدقمدا عبد عسيس قدو مياش الدقمويكا لما لاحظة هي أداها نبت قليلة قبل كبنادر انتبوي لحرير كرتا عدي فافاهن يا عدين لحرير تا أهرين تاسي أي ربطو أما الربو إناي حلان لكن aniga idin xaqiijinaya in aanu jirin kufsi wadareed dhalinyaro ay u geysteen nin degmada kaaran ku sugan waa midkeen aanay ku jirin midkan maxamed shiro dadkiis kan faafinaya ee baraha bulshada soo dhigaya ee dhahay nimaan la kufsaday horta asalkooda ba macnaha dad muqdisho ka soo jeeda ma aha waa dad nacab muqdisho hor markeeda markii dib loo fiiriyo marka kiiska waa been abuur wax ka jira malahan waxa waa hay'adaha amniga waa baareen isbitaalada waa la xaqiijiyay hata ana waxaan xamar ka dawadaan ka dhaafay maadi riyaal iyo akhri waxaan rabaa inaan dadka qaar u sheego ninka madhihin qori baa la ugu qabtay suurta gal waaha ha qori baa la ugu qabtay suurta gal laakiin mandi shannin lixnin waxba ma qaali karto ninka intaas la eg ilaahay haddii istahadda ilaahay ha caafiyo asaga dibbana way dibba ku dhacay saaxiibadiisa u geystay niman la sheegay in waxyaabaha maanka duuriya isticmaalayay oo isagu saaxiib u la ahaa baa dibkan geystay waxaan leeyahay mar kale mar saddexaad mar afraad mar shanaad waxaan idin leeyahay walaalayaal saaxiibayaal macalimiin ehel iyo qaraabo asxaabtayda walaalahayga waa been waa barbagaando aan waxna ka jirin in nin lagu kufsaday ama lagu xoogay degmada kaaraan ee magaalada muqdisho shacabka magaalada muqdisho shacabka degmada kaaraan mas-uuliyiintiisa iyo maamulkiisa raaligelin baan idinka siinaynaa sharaf dhacaas idin geystay oo dadka caruuga ah oo xasiloonida horumarka iyo nabadgelyada iyo bashbashta muqdisho ka jirta haatan diidan muqdisho innagaa u hadlayna innagaa runta sheegayna innagaa ku dhalannay innagaa ku dhaqanay waxaasna wax ka jira ma lahan waa barbagando dad siyaasada fogfog leh waxaanu leenahay ninkaasna dhibanaha jurayd ee ku dhacday allaha caafiyo kolle booliskan hadda way ka warqabaan warkaas propagandadii been abuurka uu sheegana runtii in wax laga weydiiyo laftigiisa ana hadda in lagu ciqaabo ma qabo asaa dhiban marka waa intaas waxaan kaloo rabaa inaan ka hadlo dadkan ololaha kambeynka u wada musharaxiinta madaxweyneyaasha u tartamaya ee ijaafeynaya laftigooda horumarka iyo xasiloonida ka socota magaalada muqdisho waa in lala xisaabtamaa waa in wax laga weydiiyaa been abuurka iyo barbogaadada laftigooda ay amniga iyo xasiloonida iyo horumarka ay ku hayaan muqdisho waa magaalo madaxdii dalka niman qurbaha ka tegay iyo niman gobollada ka tegay inay yidhaahdaan amni kama jiro isbaara taalla lambar afar iyo madaxtooye iyo sayidka waa been abuur muqdisho waa ka warqabna waa joogi jirnay waana tegi doonaa insha allah
مكه المكرمه وضد مكه المكرمه واحد اسباره ويا لمجرتو وبين عدتري اسباره تعالى وبين عدتري نبت قليل مجرتو وعن قرحية بعود ضد بالدلاء لكن مكة المكرمة إثبات عيد أكرم السنة مجرتو لما أفر بوم في كذا مركز هذا يو جاك بوينت عيدا كنا بس تقول دويا لواء جيران سيدك يا نواحي جا حرمت مدحتوية جاك بوينت جاليدك لو استاجيو مر مركز قار لواء جيران لكن إصباره بابورت العقل وقاله ذاتك اللغو بعضو مجرتو أسكري بمرارك قار سو استاقو الدوينكو بابورت يتور العقيرة هواي جرتا لكن ودادا ورشده ودادا صدمك ودادا ودنه ودادا مكة المكرمة واح إصباره ويا لمجران وبين ذاتك الله كان بينك كجرا مشرحين تتاقيره يقول لها انت سالد لي انت سو قراحة دعلي كو قراحة يدا وحكا بابو لا يفجرتين وان أعتمد دونا حسن شيخ أنا قاعد أشتغل مدفاع وطليل كرتا حسن شيخ وعاس وعاس بوقلدين وليه كرتا مشرح أتاجر ستة وأوكا بجرين كرتا وحفي عنا وقبت وحاس وقبنا وليه كرتا لكن دنتي جود إن تكون حد جودبتو عندك هاي اللي اسمها ولا بيحيل لو شقينا يبيحيل لو أردي إن تكون حد جودبتو معهن حسن شيخ بري وحلك ولا يغالي كرا ولا يبولي سن كرا ninka ataayir santa habriib leysan kara wax lama qabo ma leedahay waa may hadduu yahay ku leedahay dadkii lacay hadana sanadka caynay waa ciyaal yar waxa u banaxta wax barbogaandada wada dhimirka lagu jiro qurbaha ka tagay oo nin cali yar la yiraahdo uu ka yahay iyo kuwa sheekh shareef uu ka bin gareeyay marka runtii waxaan leenahay kuwa xasan sheekh wax uu ka bin gareeyay macay tamaan musharrixiin taka xilal waa soo qabteen بري وقبض دونتان مشرحين تاجر وعليا وحاس وقبان كرر ذهب بربوجاندو أسمية برامجي أسمية وحو قبائي يبرام برا وحو كينا دولة دو حكودا اللي أنتها الشجع وحاس وحاس دولة دو حكودا اللي أنتها لكن أنت سوق راح نعدي أنت سوق فل إلي أنت سو مليون باب بركة عليه باهبة جرتو هبلا جرو باهلا dad kan waa isaameysay kuwa ka samatay bixilaya qayb ka tahay xasan sheekh kaliya mas'uuliyad kama saaran adiga mas'uuliyad ba ka saaran dadkaas kuwa la qarinaya mas'uuliyad ba ka saaran waa in la shaqeeyo hay'adaha amaanka waa in aad wargelisaa laakiin hadda adiga propaganda la fadhiisa meesha wax lama qabo nimidinki ha wax cid ka yeelay ismaale intaas oo 1500 la dilay yaa ku sheegay inta ka tasma hay'ad tirkooba u shaqeysa marka runtu waxa leenahay dadka musharaxiinta ee ololaha campaignka u qaabishan waa inay wadaan وأنا رشقي هذا أن لما تجي لفت وذاك أمي قدر السواء إلا سوق أبا هم بيقيب كيهين وأم بربغاندا إيجوجيان إسبارة الله إلى جي لما المقدس إسبارة الله يهبرها الوقوف صدق ذاك أقول بعد عد أن كيهلي إنه إله أنت والله مجرد أننا هل ده إنه أننا بنت الشيء إنه بنت الشيء إن فهمت ذاك هو الشيء إنه بركو حلا إنه بنت جوجي ولا ريال فهمت الشيء أسحن أمان كجيل عصندها لكن إصبارة مكة المكرمة تالي يدبك عندك هي اللي مال قفك جوجا لو يدينك ما مشي ما قفك استأوب وبن تذكر دبلها جري هذا إيميل الله دروع سوا واحد ولا سكت دبلين مرة رتي وعن الله إن هاي هرمر وانا أحسن حاسلوني وانا أحسن حمر والنبضة حمر والسيدة هذا أيتها لجسي بلاريي حمر والملك است تذكر إسوي ما إنكران قبلاه إسكو فران أمي سوما دلك كبحر إنكار هلوين كإله وما ذاك قبتو أنت سان نو بلنا أنت سان نو غيره عدك استوك شقين السو حسلوا لي الدردة إيو هرمركا عاصمة المدشو تغير سنة تغير سنة لكن عدك استو حسلوا لي الدردة إيو نبت جني حمد إيو نبك كشقين السو مدشو وين دين على غصو وده جيستا كو بروباغاندا ولا ولا هاي نيمبا لا كفسدين نيمبا لخوغي وركي نواب بينوبي وان ايغا لفتيغودنا رنتي ميل لوغ سوودا جيستا اومادا لوغ افتيميا شخصيات حدا هي لها امانك انا شيغا مرحبا باريس اي كو هيان با جيرتو دوجوغان ها او لا دوجوغو كيسكان اوركا ددكي فافيه اي
كمد يهين نين لا كوفسداي باجيرتو حمر نين لو ما كوفسن سوماليا نين لو ما كوفسن وحرو دحاي ما اهان وحد قفك الضمير كيس السيناي ان نين رغا او دمعو ام او قلمود يا واي مشغلين مشغلين مد قال نين من دي سدح نين اماتوري اي كوفسن كران مجرا aash qof kasto arag la wayn ismiidiya ku maangaabka aniga ma la hadlayo oo hormarka iyo nabadgelyada xamar ka jirta caqabada ku ah waxaan leenahay maamulka degmada karana maamul hormarka ka shaqeeya degmada inuu hawshiisa sii wato oo ku amaanayna waxaas been abuurkii propagandada aan dhag jalq u seenin war gabar aan la kufsada dilil ahsan qudus ma ka yeelin lahayn waay qudus gabdhuhu qiimay leeyihiin sharaf ay leeyihiin nina gabdh damcayn hadii la raad ma yeeli lahayn anaga waa ognahay gabdh qiimo leh sharaf leh ayaa muqdisho jooga waa imaansan yihiin dhamaantiin waxay leenahay anaga isku duuban habeen wanaagsan cidii maana u tahay maana wanaagsan wixii soo kordho hadii allah uu dul way la soo xusin doona meel kasto aad joogtaan waqtiga idin wacnaado horumarka caasimada iyo horumarka guud ahaan dalka haday noqonahayd garoowe haday noqonahayd kismaay haday noqonahayd baydhabo haday noqonahayd baraawo haday noqonahayd jubada dhexe haday noqonahayd jubada hoose geedo kulli waa in laga shaqeeyaa horumarka iyo xasiloonida waxaan kala dareynaa intaanu ka bixin waxaa jihada meel ka dhac ku ahaa gabdhaha gobolka gedo oo nin sheegtay gudoomiyaha gobolka gedo kasoo baxay oo uu sheegay in 150 gabdhood الموعد لا يقلن حسبنا الله وكيل وواح يقعس بقول يكنتن قبلوت او صوماليا الموعد لا دري وحلا رميزان كرماهن وحلا غادن كرماهن وحان يلين ماهن وانن اشقي هي ادع علو شد اشقي استياله او ربا ان اي سمعدلان دمركين قيمها اي قايها مدن waxaanu leenahay warkaas cid uu ka soo baxay waa in maamulka gacanta ku haya deegaankaas uu la xisaabmaa waa in wax laga weydiiyaa ninkaasi gobol fadka iyo xadgudubka weyn dumarkeena qiimaha leh u geystay waxaanu leenahay dib warkaas ha loogu noqdo 150 gobdood oo Soomaali ah oo kendada gar aan baral xawdooga ilmo wici la dhalay subhanallah subhanallah wa somali amma han wa gobolka gada baral xaw wa dhici karma akhli gaba nasiin akhli geena aba nasiin boqol ya kanton gabdood mashaqayl wa skidid oo ujeeda inay tahbaalki guur ka raqisno yiri 600 baan ka dhignay war ma gabdhaha dhashay manemaki gursanaya ba tahay magabadhiye ninka waxay ku heshiyeen caqabad ku tahay 600 gabdhaha waa ka qiimo badan yihiin 600 kun gabar Soomaali lama siisto 600 kun 600 kuwa ka yar ba jira wiilki iyo gabadha israba sida isku fahmaan iyaga isku gursanaya ama 600 isku gursadaan ama 300 isku gursadaan ama 600 kun isku gursadaan laakin in la yiraahdo boqol iyo konton iyo googo gabdhooda ilmo wici la dhalay gobolka gedo ninkaas nin diin haysta maaha warkaas ku dhawaaqay waa nin hay-ada shisheeya oo sumcadda dumarkeena ku ciyaaraya u shaqeynaya boqol iyo konton gabdhood iska dhaafay shan gabdhooda ilmo wici la dhashay Soomaaliya wallaahina ka rumaysan waxaa soo kala lagu leeyahay waa mas'uul waxaa soo kala dawlad iyo maamul xil u dhiibanaysa waxaa soo kala lagu leeyahay dad buu matala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un war aaw culimaa u diinki war aaway odayaashi war aaw wax garabti gobolka gedo xagga qandaraasida nooca soo qaatay baasha ma ku gashano oo hunguriga halkaas uu ka garay in gabadhii la dhalatay gabadhii uu dhalay hooyadiis abis gabadhii uu qabay ee dadis habayrtis ayaydis yiri ilmo wacay laay dhaleen
warmiyaan gobolka gado culimaad u diin lahayn keye kama dhacdo Ethiopia kama dhacdo oo dadkooda qaar kood aanu haysan diinta islaamka gabdheheni suubana asturna diinta islaamka haystay ku dhaqmay in uu yiraahdo boqol iyo konton iyo gogo ma ilmo wuxu la dhalay wax rumaysan kara ma waxaas oo kale cid uu matala ma marag ma jirtaba uu matala ma maamulka jubbaland ama dowlad goboleedka jubbaland dowladda dhexe ee federaalka ee soomaaliya iyo cid kasta oo indheer garadka soomaaliyeed ka tirsan waa in arrinkaas ay ka dhiibdhiyaan sharaf dhaca iyo xadgudubka ku ah dumarkeena soomaaliyeed waa in ninkaas sidaas u hadlayay iyo kuwa la midka ah bulshada laga qabtaa wallaahi haddaan hadda laga dhiibdhin waxaa soo baxaya kuwa kaas la mid ah waa calooshu shaqaysta gabdhaha u geeyay laftigiisa amisom saaqada meel xun ku gashay waxaan leenahay walaalo warkaas ka noqo ilaahay u soo noqo laftigaaga xadgudubka dumarkeena aada u geysatay jooji dumarkeena waa hadiyad ilaahay uu nagu sharfay inaad dhowrnana annagaa nagala rabaa kuwaxun waa ay jiri karaan laakiin inaan wanaaga farno annaga waa dadkeena quseyso laakiin boqol iyo konton iyo heegabdood oo soomaaliya la asaana guddoomiye ka ah meeshi cid walaalo guurka kuu dirsatane ma lahan nin rag ah kulli hadda waxaan kugu tilmaam ma aqaan nin damiirkiisu sidaad uu siiye baa tahay kuwa dabadhilfyada u shaqeeya etoobiyaanka iyo u shaqeeya kenyaanka ka mid tahay ilaahay ummadda kaa qabto waxaanu leenahay walaalayaalow gabdhaha gobolka gado iyo gabdhaha soomaaliyeed xaal iyo xumayn qaata raalli ahaada raggii waxaa ku jira nin noocaasoo kale uu hadlayo nin dheh intaasoo gabdhood baa wicilo dhaleen war ilaahay ha laga boqo war ilaahay ha laga boqo war ha la joojiyo war waxaas ha la joojiyo kuwa faafinaya kufsiga been abuurka ee xamar ninka lagu geystay kuwa leh boqol iyo konton gabdhood iyo googa ilmo wicilaha ku dhaleen gobolka gado waa dad isku xira waa dad diidan xasiloonida waa dad raba in ay raggii iyo dumarkii ay ku xadgudbaan sharafkoodii inna lillahi wa inna ilayhi raajicuun dadkii odayaasha dhaqanka hadii jiray culimaadu diinkii warkaas oo ahaan oo aan ahayn war aan qarsoonayn oo facebookgaba aniga aan soo geliyey waa in laga dhiidhiyaa waa in laga hadlaa waa in ninka noocaasoo kalaa xil dambe soomaaliya uusan ka qaban xataa waa nin soomaaliya aanu xitaa tuulo in xildhowo dhiba aanu mudnayn boqol iyo konton iyo heegabdooda ilmo wicilaa gobolka gado ku dhalay cid aan ka yeelina ma lahan wuxuu la mid yahay warka xamaraan in lagu kufsaday waa been abuur aanu jirin waxaanu leenahay dadka noocaasoo kalaa meelaha lagu soo wada jeestiya arrimo siyaasadeed iyo wax kale lagu mashquulin heblaaya hebel tiri iyo heblaaya inta firisay dadka noocaasoo kale oo hay-adaha calooshada shaqaystayaasha u shaqaynayo fikrada fogfog xambaarsan waa in marka hore dhinac looga soo wada jeestaa kadib wixii kale waa xalin karnaa dhammaanteena isku duuban waxaa idin leenahay waqtigaa idin wacnaado habeenku idin wacnaado walaalaheen baatiin waa idin jecel nahay runta iyo horumarka labadaba laga shaqeeyo nabadgelyo.